نظم مركز آلا للفن والثقافة مسابقة فنية للرسم التشكيلي بمشاركة أكثر من 80 فنانا وفنانة، وتهدف المسابقة إلى خلق بيئة تنافسية للطاقات الشبابية خاصة من خريجي كليات ومعاهد الفنون الجميلة. نحن كمركز آلا لأول مرة يعني قمنا بفعالية في منطقة سليمانية ومحافظة وضواحيها. قمنا بهذه الفعالية، هي معرض تشكيلي. المعرض يشارك فيها أكثر من 80 مشارك ومشاركة من مركز سليمانية وضواحيها. هذا المعرض التشكيلي هي بيئة تنافس والمسابقة، ونتيجة هذه المعرض يعني بها جوائز الأول والثاني والثالث. وكمركز آلا دائما نريد أن نشجع الفنانين بأنواعها، مثلا الفن السينمائي والتشكيلي والمسرحي يعني كلها، ونحن مسرورين بهذه المعرض وبافتتاحه إن شاء الله. أنا شاركت اليوم بهذا المعرض بثلاث لوحات. هدول اللوحات التشكيلية يعبر عن أبستراك آرت، دمج الألوان، يعبر عن دمج الألوان ليهدئ الناس. هذا المعرض كتير مهم لنتبادل الخبرة مع الفنانين الأخرى وننشر لوحاتنا. مرحبا، أنا اسمي جيلا جبر، أنا فنانة واليوم شاركت بمهرجان راني رانكا كان عبر هذه اللوحة التي تعبر عن فن الحياة، وكان مهرجان حلو جدا، وهناك أشباه التي شاركوا في المهرجان لأنهم لديهم المواهب كثيرة.